خلصي اديكي على دماغك. والله ايه يا حبيبتي اتاخرت عليكي؟ اه يا ماما بس اتاخرتي ليه؟ والله يا امنيه بقالي 5 ساعات عشان ابيع واحده لعبه بس ولا مصاصيه محدش عايز يشتري. مش قلتلك يا ماما الاطفال بيحبوا الاطفال زيهم يا ماما؟ انا عايزه ابيع. خلاص يا امنيه هسيبك انت تبيعي بس انا همشي وراكي واراقبك من بعيد لبعيد. طب ليه يا ماما؟ عشان خايفه عليكي يا حبيبتي، اي حد بس يقرب لك هاكله بسناني. طب ماما الواحده بكام يا ماما؟ بصي انا جايباها 15 هتبيعها ب3. تمام يا ماما. ماشي؟ ماشي يلا بينا. يلا بي. متخافيش يا ماما لا انا كبيره. طب بصي قدامك. ماشي يا ماما. مصاصات فيها مفاجآت ولعب كتير قوي. شوفي حظك ايه هتكسبي ايه فيها. ماما يا ماما ايه يا غزل حاجه اللعبه دي عايزه اشتري منها. ازيك يا قمر؟ ازيك يا طنط عامله ايه؟ الحمد لله. بكام المصاصه الحلوه دي؟ الواحده 30 واللون الاصفر لون البنات. انت عارفه جواها لعب كتير قوي وحاجات بصي ما تحلميش بيها. بجد؟ اه. حلوه حلوه قوي شغلانه انت تبيعي المصاصات. عايزه دي؟ هي فيها ايه؟ هي فيها لعب وفيها حاجات كتير قوي. شوفي حظك ايه بقى. الله يا ماما دي جميله قوي انا كل يوم اشتري من عندهم. عجباكي؟ اه. خلاص تمام. وانت بتشتغلي ليه يا حبيبتي؟ انت اسمك ايه اصلا؟ انا اسمي امنيه. وبتشتغلي ليه يا امنيه؟ هو ابويا مطلع ماما ومبيصرفش علينا. انت عايشه مع ماما يعني؟ ايوه. ربنا يخلي لك مامتك يا حلوه. انت اسمك ايه؟ امنيه يا زوزو. ازيك يا امنيه؟ الحمد لله. قلت لي بكام الواحده؟ الواحده ب30. تمام يا قمر. يبقى كل يوم تعالي العبي معايا يا امنيه. ماشي. بصي يا امنيه دي 30 ثمنها و10 جنيه ليك. لا ده انت كتير قوي والله انا عايزه احققها بس. لا انت زي القمر كفايه بس ان انت بتشتغلي مع ماما بس كده. شكرا يا طنط ربنا يخليك. اتفضلي يا قمر. طيبه قوي على فكره يا طنط. انت اللي زي العسل. باي يا منيه. خلي بالك على نفسك. حاضر. مصاصات مصاصات. حلوه قوي يا غزل. اه يا ماما شكلها جميل بس تقيله قوي. اه انا حسيت ايه. تعالي نفتحها نشوف ايه جواها. تعالي. هي انت دي طلعت بلاستيك يا غزل. انا بحسبها مصاصه بجد. وانا كمان. ماشي. الله سلم وتعبان. الله بصي كميه المصاصات اللي جوه. ايه الله. بصي واحد عدي بقى. واحد اثنين ثلاثه صفارة. ايه صفارة. يلا 5 6 7. استني قوي يا ماما. يلا يلا. الله شفتي البالونه دي؟ شوفيها. ايه ده الله. وشمسيه يا زوزو. الله شمسيه. اخر مصاصتين وفي فلوس جوه. الله فلوس بجد دي ولا كده وكده؟ مش عارفة. أكيد كده وكده يا زوزو. تقريبا. إيه ده الحاجة دي؟ محمد صلاح. محمد صلاح؟ اه. كل يوم واحدة بس عشان سناننا ما تسوس. أنا عارفة. ماشي يا زوزو. الله يا ماما الألعاب بتاعتها جميلة خالص. أنت اللي زي العسل يا زوزو. كل يوم أجيب لك واحدة أما تخلصي دول أجيب لك واحدة تانية. يا تيتا أنا عايزة واحدة من دي. أنت صغيرة يا ياسمين؟ أيوة صغيرة. هاتي واحدة. بكام يا حبيبتي دي؟ الواحدة ب30 يا طنط. أنا عايزة واحدة لأخويا كمان. هاتي واحدة لأخوك كمان. طيب ماشي. مفيش لون غير ده؟ لا هما الألوان دي بس. بصي دي بصي فيها سبونش بوب لونها أصفر لون جميل قوي. خلاص ماشي هاخد دي ودي. ماشي شكرا يا حبيبتي. خدي. عفوا. يلا مصاصات. تمسح عربيه استاذ احمد. عربيه؟ عربيتك منين؟ ده عربيه استاذ احمد انا اللي كل يوم بمسحها. انا اللي بمسحها له كل يوم الصبح ولما ينزل شوفوا هيحاسب مين. هيحاسبني انا. اقعدي ده هيحاسبني. عارف لو حاسبني انا هشمتك على قدامه وريني. وهعوره. وريني.
تعالوا نقعدوا نستنوا هنشوفوا هيحاسب مين. اقعدي يلا. انا اقعد هنا استناه واوريك. ماشي. مصاصات يا مفاجآت، واللي تحلم بيه موجود هنا في المصاصة. في لعب كتير قوي. الله المصاصة دي جميلة قوي. هلا بنت بكام دي يا بنت؟ انا اسمي امنية بس مش بنت. بكام دي؟ شفتيني عرفت اسمك يعني؟ الواحدة 30. هاتي واحد. وهاتي واحد. اتفضلي. اتفضلي. الواحدة 30. يلا امشي وانت راجعة بعديك الفلوس. وانا كنت راجعة بحاسبك انا. يعني ايه؟ لا لازم اخد فلوس دلوقتي. واللي كنت راجعه بحاسبك بقى. طب ما طيب اخدها منه قبل ما تجيب فلوس. امشي يلا بنت ما دام انا ما ينفعش تاخد مني حاجه. روحي بقى خلصي. كنت راجعه هتيجي على دماغك والله. ما ينفعش والله. في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ اخدوا مني حاجات ما اعطيش فلوس. فين فلوسهم يا حبيبي؟ وهي راجعه اديها الفلوس. ازاي يعني؟ معاك فلوس خد الحاجه، معاكش فلوس اديها لحاجه تاني. ما ينفعش الكلام ده. بعد اذنك اتحكي. خلاص خد. ايه قله الادب؟ ما ينفعش حاجه يا بنتي. بالراحه يا بنتي عشان ما مدش ايدي عليك. هديها الفلوس. هديها الفلوس. هاتي الفلوس. وريني الفلوس اللي معاكي كده. ايه قله الادب دي؟ بطلي جد. حرام عليكم تعملوا فيها كده ليه يعني؟ عملنا لها حاسبوكي ما غلطناه. شفتينا مسكناها ضربناها. خلاص انتوا خدتوا منها حاجتها يا بنتي. ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. دي الواحده ب 30 جنيه مش حاجه يعني. لازم خلاص. انت معاكي 30 جنيه؟ لما اشتغل هديهم لها. يعني ايه؟ وهي دي شغلها. انت لما تشتغلي ده شغلها يا حبيبتي. ما ينفعش كده عشان ما مدتش ايدي عليكي. خلاص يا حبيبتي بطلوا قله ادب بقى. أوه. خلاص يا مدام احنا شكرا يا حبيبتي. خافوا منك ولا ايه؟ ولا كيمو عارف لو استاذ احمد نزل وحاسبني انا هرنك علقه في الشارع. متعرفيش يا اسمك انت. ده انا كنت ممكن اخلي البت تمسكك ترنك. ليه؟ انا مشيتها. انا مشيتها. اه انا بيت تباري سبعين فقر. مصاصات مية. نعم يا ماما. ايه يا حبيبتي؟ على فكره يا ماما انت عجبتيني قوي يا ماما. انت كده يا ماما. بصي يا امنيه والله انا ما رضيتش ابهدلهم واضربهم عشان لقيتهم عيال صغيره وغلابه. عيال صغيره زي كده ما رضيتش اكلمهم. بس لو حد كبير كنت كلتهم اسناني. ربنا يخليكي ليا يا ماما. بس انت شاطره قوي في البيع يا امنيه. اما الاطفال يا ماما بيحبوا الاطفال زيهم يا ماما. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. انا بحبك قد الدنيا دي كلها. وانا كمان بعشقك يا ماما. يلا بينا بقى نكملوا شغل. يلا بينا. يلا يا حبيبتي. ايه يا حبيبتي؟ انا عايزه مصاصه من دي يا بابا. المصاصه من دي بكام يا حبيبتي؟ الواحده ب 30. انت عارفه المصاصه دي جواها هدايا كتير قوي. ماشي انا عايزه واحده ليا يا بابا وواحده لاختي الصغيره. خلاص ماشي. يبقى كده الحساب كام؟ كده 60. اتفضلي يا حبيبتي. شكرا. اتفضلي. مبسوطه يا مكه؟ مبسوطه يا بابا. ربنا يخليك ليا. يخليكي ليا يا حبيبتي. اتفضلي يا ماما فلوس. مش قلت لك يا ماما الاطفال بيحبوا الاطفال زيهم؟ صح يا امنيه. بعدين يا ماما انت مخك حلو قوي يا ماما ان انت جبتي فكره المصاصات دي. يا حبيبتي انت مخك احلى عشان انت اللي بعتي. ماشي يا ماما. بس انا عايزه اقول لك على حاجه. انت عارفه ايه الاطفال بيشتروا من المصاصات دي؟ ليه؟ عشان الهدايا اللي جواها بس يا ماما. عشان فيها هدايا وفيها مصاصات. الاطفال بتحب كده عشان كده جبتهم والله يا امنيه. ايوه يا ماما. بصي يا امنيه انت عارفه احنا بنشتغلوا ليه؟ ليه يا ماما؟ علشان ابوكي ما بيبعتلناش فلوس يا امنيه ومطلقني وانا مش عاوزه اتجوز واجيب لك جوز ام يبهدلك او يتكلم معاكي وحش. بس ماشي ربنا يخليكي ليا. يخليكي ليا يا رحمه.